شكرا للزملاء في لندن. سوف نحاول اليوم في هذا الحصاد أن نناقش دراسة واستطلاع للرأي أجري من قبل المجموعة المستقلة للبحوث، وسوف نناقش هذا الاستطلاع مع رئيس المجموعة المستقلة للبحوث الدكتور منذر داغر. مرحبا بك دكتور منقذ، عفوا، أهلا بك دكتور منقذ. بداية دعنا نتحدث، من هي الفئة التي استهدفت في هذا الاستطلاع؟ تفضل. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الدراسة أو هذا الاستطلاع أجري في الأيام الأخيرة خلال اليومين الماضيين في ثلاث محافظات عراقية شمل الكرد فقط. استهدفنا الكرد من تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق في كركوك وأربيل وسليمانية في محاولة لاستطلاع آرائهم بعد الاستفتاء وبعد أن حصل بسط سلطة الدولة في المناطق المتنازعة. ماذا عن دهوك دكتور؟ دهوك أيضا تمثل نسبة كبيرة من السكان. صحيح. لا، الحقيقة الوقت لم يسعفنا أن نكمل، وكانت الأحداث تمشي بشكل سريع وما استطعنا أن نستطلع رأي محافظة دهوك، لكن إن شاء الله على المرة المقبلة راح يكون هذا. دعنا ندخل في التفاصيل وفي هذه الدراسة. يعني في أول سلايد يعني تقول، هل تعتقد أن كردستان اليوم تسير في الاتجاه الصحيح أم الخاطئ؟ وتوجد مؤشرات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع، ويعني منذ عام 2010 يعني مع انسحاب القوات الأمريكية وحتى شهر العاشر 2017، والمؤشر يقول يعني من 84% إلى 10% هو الاتجاه الصحيح، ومن 9% أو من 83% إلى 9%. تفضل اشرح لنا. صحيح. هذا السؤال اللي هو سؤال محوري يسأل في كل الدراسات المشابهة اللي يعطينا فكرة عن كيف يشعر المواطنون في منطقة ما. السؤال ببساطة، هل تعتقد أن كردستان تسير في الاتجاه الصحيح أم الخاطئ؟ إذا اتبعنا الخط البياني سنجد أن الكرد من 2010، وطبعا عندنا دراسات قبل 2010 أيضا، بس أنا أردت تكون هذه النقطة محورية مع انسحاب القوات الأمريكية بعد هذا التاريخ، كان 84% منهم يقولون أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، بمعنى أنهم راضين عن وضع كردستان. عفوا دكتور، يعني منذ شهر الحادي عشر 2010 إلى حتى عام 2017. نعم. هذا العام، يعني ما هو الربط بين هذا السؤال وهذا المخطط وبين الدراسة التي أجريت قبل بعد الاستفتاء بأيام؟ نعم، إحنا ردنا نشوف هل إن الاستفتاء عالج المشاكل اللي تعاني منها كردستان أم لم يعالجها. إذا السؤال، هل توجد دراسات سابقة؟ نعم. نعم، هناك دراسات سابقة، ومثل ما يبين لكم هذا الخط بشكل بسيط أنه كانت هناك مشكلة بدأت يعني من 84% من 2010، بدأ الكيرف أو المنحنى ينزل إلى 78-63، ثم في 2016 وصل إلى 28% فقط، 2017 فقط قبل شهرين من إجراء الاستفتاء كانوا فقط 20% يقولون أن الاتجاه صحيح، بمعنى أن هناك أزمة أو المواطن يشعر بمشكلة في كردستان. بعد هذا ردنا نشوف هل الاستفتاء عندما جاء حل المشكلة هذه أو لم يحل المشكلة بالنسبة للكرد. وماذا وجدت؟ وجدت أنه الحال ازداد سوءاً، فمن اللي كانوا 20% فقط يقولون بشهر السابع 2017 أنهم في الاتجاه الصحيح، نزل إلى 10% الآن إلى حد يوم أمس يقولون أنهم في الاتجاه الصحيح، في حين 83% يقولون أنهم في الاتجاه الخاطئ، أن كردستان تسير بالاتجاه الخاطئ، بمعنى أنهم يريدون تصحيح أوضاع. طيب، دعنا نذهب إلى السؤال الآخر في هذا الاستطلاع. يعني تقول، هل تعتقد أن الاستفتاء الذي أجري في 25 من شهر أيلول جعل الحياة أفضل أم أسوأ لك ولعائلتك؟ يعني النسبة هنا 7% فقط جعل الحياة أفضل و 61% جعل الحياة أسوأ. نعم. تعتقد هذه النسبة مقنعة يعني دكتور؟ الأرقام لا تكذب، هذا هو رأي المواطنين في تلك المناطق في هذه المحافظات المستهدفة. فقط 7% يقولون أن
ما حصل في يوم 25/9، استفتاء 25/9 جعل حياتنا أفضل أنا وعائلتي، في حين أن الغالبية 61% تقول الحياة أسوأ لي ولعائلتي. طبعا هناك نسبة ممن رفضوا الإجابة، بس بشكل عام كما نرى أنه الغالبية تعتقد أن الاستفتاء جعل الحياة بالنسبة لهم أسوأ مما كانت عليه. عفوا أنا من سألتك يعني أنه هل مقنع أم لا، لأن جماهير غفيرة ذهبت للاستفتاء، كيف الإجابة تكون بهذه الصورة؟ ممكن تكون في يوم الاستفتاء، احنا هذا الاستطلاع أجري الآن بعد يومين، يعني عفوا قبل يومين، بمعنى أن نشوة الاستفتاء قد انتهت، وممكن الجماهير كلها تكون مع الاستفتاء الآن، أدركت أنه الأوضاع لم تكن بما تأمله ولم تنتج ما كانوا يرغبون به. هو هذا فائدة الاستطلاعات، الاستطلاعات لا يمكن أن تقرأ في لحظة واحدة فقط، وإنما بلحظات متعاقبة حتى نعرف نكون صورة رئيسية. نذهب إلى البقية، يعني نسبة التأييد لكردستان مستقلة في شهر تموز كانت 56%، أما في شهر تشرين الأول بعد الاستفتاء 22%، يعني 56% كيف صوت 92% أو 93% لصالح الاستفتاء، كيف يقولون قبل الاستفتاء أنها كانت 56%؟ نعم، هذا في شهر تموز 2017، نعم. يعني قبل إجراء الاستفتاء بشهرين، ممكن تصعد النسبة، كانت في 2000، يعني إحنا ما عندنا دراسة في يوم الاستطلاع أو في يوم الاستفتاء أشقد أصبحت، لكن اللي عندنا الآن هذين الرقمين يبينان بشكل واضح أن الناس قبل الاستفتاء كانت عندها تأييد عالي إلى كردستان مستقلة، بعد الاستفتاء وفي تشرين أول 2017 فقط 22% يريدون كردستان مستقلة. طيب ماذا تفضل لمستقبل كركوك؟ نرى في هذا المخطط أرقام عديدة وألوان أيضا، إذا تفضلت بالشرح. هذا الآن أمامنا ماذا تفضل مستقبل كردستان، كما ترى وردنا نشوف الآن الكرد ماذا يفضلون لمستقبل كردستان. أعطيناهم مجموعة من الخيارات، ثلاث خيارات اللي هي ضمن عراق موحد، أن يبقى على وضع الحالي كإقليم ضمن عراق فدرالي موحد اللون الأصفر، أن ينقسم إلى إقليمين كرديين ضمن عراق فدرالي موحد، أن يتحول إلى دولة مستقلة، أو إلغاء إقليم كردستان وربط محافظاته ببغداد مثل باقي المحافظات. كما نشاهد الغالبية العظمى، ثلثي الكرد يريدون البقاء ضمن عراق فدرالي موحد مع مختلف الخيارات، من يريد الانفصال فقط 22% من الكرد، وهذا أيضا مؤشر آخر يريك الآن كيف تحول الرأي العام في كردستان. طيب نذهب إلى كركوك، ماذا تفضل لمستقبل كركوك؟ دكتور متأكد هذا الاستطلاع أجري لمواطنين كرد؟ نعم، هذا الاستفتاء أجري للكرد فقط في كركوك، ولذلك العنوان لهذه الدراسة اللي وضعته واللي اختاريته ومثل ما أمام حضرتك، العنوان يقول أنه عراق إخاء وليس كما يتصور البعض. الكرد في كركوك فقط 28% منهم اختار الانفصال عن العراق، أما الغالبية العظمى منهم تريد البقاء ضمن عراق موحد بمختلف الترتيب، باختيارات مختلفة، منهم من يريد أن يكون ضمن إقليم كردستان. طيب، وإلى آخره. طيب أيضا في الاستطلاع أكثر ثلاث شخصيات مفضلة لدى الكرد وعداد هوك، ما أعرف مشكلتك ويد هوك، السيد لاهور طلباني 44%، برهم صالح 68%، وحيدر العبادي 48%، النسبة أبدا يعني مو مقنعة دكتور. يعني ما أعرف، يعني السيد دكتور حيدر العبادي يأخذ 48% في السليمانية وأربيل وكركوك، والسيد برهم صالح يأخذ 68%. نعم، لكي نكون يعني حتى دقيقين في الكلام، هذه النسبة بالنسبة إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي جاءت من محافظتين، من الكرد في كركوك والكرد في السليمانية، أما الكرد في أربيل كانت آراءهم سلبية بخصوص الدكتور حيدر العبادي، لكن في السليمانية وفي
كركوك قدروا عاليا، واضح لما تكلمنا مع الناس كانوا يقدرون عاليا عملية بسط النظام التي جرت هناك بدون إراقة دماء بين الأشقاء. إذن شخصية السيد لاهور فاقت السيد بافل طلباني في كركوك وأربيل وسليمانية تقريبا، يعني الفرق بيناتهم نقطة واحدة، نقطة واحدة فقط. نعم الدكتور منقذ داغر رئيس المجموعة المستقلة للبحوث، شكرا جزيلا لك، وهذه عودة إلى استوديو الحصاد في لندن.